يمكن كلمة السر بالنسبة للأسواق الأمريكية الفترة الماضية هي الماجنيفيسنت 7، أكيد تحت الذكاء الاصطناعي. بكل تأكيد هم اللي حملوا الأسواق في الفترة الماضية، هم اللي دعموا الأسواق. يمكن لو ما كان في عندنا الماجنيفيسنت 7 أو الذكاء الاصطناعي تحديدا في الفترة الماضية لكنا قد شهدنا أكيد أداء سلبي. فوائد كانت مرتفعة جدا، بكل تأكيد الفوائد كانت دافع يجب أن تكون سلبي، وهذا الشيء بأكده راسل 2000 لما شفنا الأداء السلبي بالنسبة له في الفترات الماضية، تأثر الشركات الصغرى والمتوسطة جراء الفوائد المرتفعة. فعلى ما أعتقد هي الذكاء الاصطناعي، لكن هل الذكاء الاصطناعي تم احتسابه في الأسواق؟ أعتقد بعض الشيء، مع أنه 6% تقريبا من الشركات عم تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يعني في عندنا لسه مجال ما يقارب 94% من الشركات للاعتماد الأكبر، لكن معنويات المستثمرين على ما أعتقد تمت تسعيرها في الأسواق في الفترة الماضية. يمكن شركة ميتا يمكن أكثر مثال ممكن نضربه في هذه الفترة، تحولاتها وإنفاقاتها على الذكاء الاصطناعي ما تم أخذه بعين الاعتبار. يمكن الميتافيرس اللي اعتمدوا عليه في الفترة الماضية والإنفاقات الكبيرة تم احتسابه على أنه ممكن تكون تجربة سيئة بالنسبة للميتا تريدر أو سوري للميتا الميتا فيسبوك، اعتمادها قد يكون سلبي في الفترة الماضية. فلذلك أعتقد أنه بعض الشيء ممكن الأسواق احتسبت. ممكن AMD إذا الفترة القادمة استغلت الذكاء الاصطناعي، ممكن واحدة من الشركات اللي هي تستغل الفرصة وتدفع بالأسواق في الفترة القادمة. ليش لا نشوف أنه بدل الماجنيفيسنت 7 يصير بعض التغييرات، تسلا ممكن تتحول أو تعطي مكانها لشركة AMD في الفترة يعني القادمة. بمعنى آخر أحمد، إذا استمرت هذه النتائج بإظهار هذه القوة لهذه الشركات العملاقة التكنولوجية العملاقة، وأثبت الذكاء الاصطناعي بأنه بالفعل يؤدي إلى تحسين نتائج تلك الشركات، هل ستحافظ السوق على هذا الاتجاه الصاعد والتمسك بهذه الأسهم؟ يمكن نقطتين أساسيات محمد هون، هي معنويات المستثمرين من تقارير الأرباح القادمة ومعنويات المستثمرين من الاقتصاد الكلي وتوجيهات الفدرال الأمريكي. لو بدي أجي أتفرج على التوجيهات المستقبلية يمكن حتى أهم من تقارير الأرباح، وهذا الشيء لاحظناه بالتحركات اللي هي صارت على تسلا والميتا بآخر تقارير أرباح. يمكن تقارير الأرباح تكون جيدة، بكل تأكيد الربحية واضحة جدا، لكن التأثيرات الحكومية في الفترة الماضية اللي لاحظناها من المفوضية الأوروبية من جهة والولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على التيك جاينتس أو العمالقة التكنولوجيا بتخليني أفكر محمد مرتين في الفترة القادمة قبل الدخول بالذكاء الاصطناعي. أعتقد محمد ممكن بلحظة من اللحظات بدي أتفرج على المعنويات المستثمرين وتوجيهاتها. أعتقد بعض الشيء أنه سعرت إمكانية تسجيل ارتفاعات في الفترة القادمة، الربحية راح تكون متواجدة لكن قد يكون المبيعات أقل في الفترة القادمة. هذا الشيء يمكن لاحظناه يعني من عمالقة أبل. عندما نقول أنه حتى نتائج هذه الشركات تبدي قوة ومرونة تجاه بيئة أسعار الفائدة الحالية، يعني ما الذي سيختلف لو بقت أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول؟ يعني هذا ما أيضا ربما يتبادر للذهن من استفهام أو تساؤل. ممتاز محمد، سؤال كثير مهم. يمكن هوس المستثمرين بشراءات الذكاء الاصطناعي قلت في الفترة الماضية، لأنه بكل تأكيد لما بكون في عندنا حالة تريندينج بكون توجهات ضخ الأموال عليها أكبر. يمكن صارت الذكاء الاصطناعي في الفترة الأخيرة متعارف عليها بشكل أكبر بالنسبة للشركات، فممكن يقل هذا الهوس تدريجيا. من ناحية ثانية أسعار الفوائد المرتفعة إلها ضرر لو كانت مستمرة، هاير فور لونجر اللي هو نحن متوقع أن تكون عندنا في الفترة القادمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ممكن تكون حتى ضاغط سلبي بالنسبة للربحية. يمكن الفورورد جايدنس، برجع بعيد محمد، التوجيهات المستقبلية أنا بالنسبة لي راح تكون هي المهمة جدا. يمكن واحدة من الشغلات اللي كانت مهمة جدا من التوجيهات المستقبلية بشهر 12 السنة الماضية لما إيلون ماسك ذكر بأنه حتى السفينة العميقة. كمل الفكرة أحمد. لما إيلون ماسك ذكر بأنه حتى السفينة الضخمة رح تواجه صعوبات في بحر مضطربة، كان المقصد بكل تأكيد الفوائد المرتفعة. الطلب العالمي قليل جدا وعم بنخفض بشكل كبير سواء كانت من أبل تسلا، فهذا الشيء اللي بخليني أفكر بإمكانية بعض التراجعات في الفترة القادمة. أحمد عزام، محلل الأول لأسواق المال إكويتي، أشكرك جزيل الشكر لانضمامك معنا الحديث حول اتجاهات الأسواق الأمريكية وهذه وتحليل هذا الأداء.